أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو المجلس إلى أوغندا بعد مغادرتها الإمارات في 8 صباح اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندية. كان في استقبال البعثة فور وصولها سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي وطاقم السفارة المصرية ومندوب من نادي كامبالا، بالإضافة إلى العديد من رجال الأمن لتأمين تحرك البعثة من المطار إلى فندق الإقامة. وكان سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية قد سبق بعثة الأهلي من الإمارات إلى أوغندا لبحث ترتيبات استقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور لتسهيل مهمة الفريق في أوغندا. كان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد أعلن قائمة فريقه لمباراة كامبالا سيتي، وضمت القائمة كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السلية، وليد سليمان، أحمد حمودي، باكا، ميدو جابر، مروان محسن، صبري رحيل، وحسام عاشور، وأحمد حمدي، وصلاح محسن، وباسم علي، وإسلام محارب. فيما ضمت قائمة اللاعبين العائدين إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة الإمارات التي شهدت اللقاء الودي بين الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي كل من علي لطفي، هشام محمد لارتباطهما بأداء الامتحانات، ومحمد شريف، ومحمد الجزار، وأكرم توفيق، وعمرو السعداوي لعدم القيد إفريقيا، وأيمن أشرف للإيقاف، وكريم نافذ للإصابة، وعلي معلول الذي عاد إلى تونس لعدم جاهزيته. حرص محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بعد وصولها إلى أوغندا، وأجرى مرجان اتصالا هاتفيا بكل من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الذي كان في استقبال البعثة عند وصولها أوغندا. وأكد مرجان أنه اطمئن من مرتجي وعدلي على كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالبعثة، مشيدا بتعاون رجال السفارة المصرية بأوغندا والذين حرصوا على استقبال البعثة في المطار وإنهاء إجراءات الدخول في دقائق معدودة، كما قاموا بتذليل كافة الصعوبات سواء في الانتقالات أو حجز ملاعب التدريب. قال حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يثق بشدة في قدرة لاعبي الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كامبالا الأوغندي المقرر لها الثلاثاء القادم بمنافسات الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف غالي: معدن لاعبي الأهلي يظهر دائما في المواقف الصعبة، وهم قادرون على العودة من كامبالا بنتيجة إيجابية وإعادة الدفع من جديد في المجموعة بعد التعادل سلبيا أمام الترجي في الجولة الأولى. ويذكر أن حسام غالي أنهى مشواره مع الكرة بإقامة مهرجان اعتزاله أمس أمام أياكس أمستردام الهولندي بمشاركة النادي الأهلي، وذلك خلال الودية التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية. قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني حقق استفادة فنية جيدة من خوض مباراة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي أمس الجمعة، والتي حسمها الأهلي بهدف دون رد أحرزه صلاح محسن. وأضاف أيوب: ودية أياكس شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين، وتم الاطمئنان على أداء الجميع وتحديدا اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية، وذلك من أجل الدفع بهم في مباراة المصري يوم 22 من مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري العام. وأوضح أيوب أن مهرجان اعتزال حسام غالي خرج بشكل مبهر يليق بمكانة وتاريخ اللاعب الذي قدم الكثير للكرة المصرية والنادي الأهلي، معربا عن أماله في نجاح غالي في خطوته القادمة بعد إعلان اعتزاله.
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن كريم ندفد لاعب الفريق يعاني من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية بعد مشاركته في مباراة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي أمس. وأضاف محمود أن ندفد لم يكن جاهزا لمواجهة كامبارا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم تم اتخاذ قرار عودته إلى القاهرة اليوم. وفيما يتعلق بأكرم توفيق لاعب الفريق، قال محمود إن اللاعب تعرض لكدمة في الكتف حرمته من استكمال مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمس بالإمارات. نبقى مع طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أكد أن فرص لحاق عمرو السولية لاعب الفريق بمباراة كامبارا الأوغندي ما زالت قائمة حتى الآن. ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة، حيث لم يستكمل بها مواجهة الترجي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأوضح أن اللاعب يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه لمباراة بطل أوغندا، حيث تحسم الساعات القادمة موقفه من إعلان جاهزيته للمباراة. وضع هاني وهبة طبيب التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للاعبي الفريق استعدادا لرحلة أوغندا التي بدأت صباح اليوم. وعقد وهبة جلسة خاصة مع الشيف محمد الدالي لترتيب كافة الأمور المتعلقة بوجبات الفريق أثناء تواجده في مدينة كامبالا الأوغندية. وإلى أخبار قطاع الناشئين، حيث أشاد دكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بأداء وروح فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2002 الذي توج بلقب دوري القطاعات. وكان فريق 2002 قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 أمس الجمعة على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، وتوج رسميا بلقب دوري القطاعات. وقال أبو المجد إن فريق 2002 أكمل مسيرة النجاح التي يعيشها قطاع الناشئين بالنادي الأهلي هذا الموسم، والتي بدأت بتتويج فريقي 2000 و2001 بلقب الدوري. وأشار أبو المجد إلى أن العام الثاني من استراتيجية تطوير قطاع الناشئين ستشهد تحقيق المزيد من الألقاب والنتائج الإيجابية سواء في البطولات المحلية أو الخارجية. قال خالد جدالله مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات إن فوز فريق كرة القدم مواليد 2002 على الزمالك في مباراة القمة يعكس جهد وعمل خلال موسم كامل. وأشاد جدالله بالالتزام الفني للاعبي الفريق خلال مباراة الزمالك التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الأهلي أمس الجمعة ومنحت النادي لقب دوري القطاعات. وأضاف جدالله أن الأهلي ابتعد لفترات قليلة جدا عن القمة خلال الموسم، ولكنه عاد بقوة إلى الصدارة وبذل الجهاز الفني واللاعبون كل ما يمتلكون من جهد من أجل حسم اللقب. وأوضح جدالله أن نتيجة التعادل أمام الزمالك كانت تكفي لتحقيق الأهلي اللقب، ولكن اللاعبون أصروا على تحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة ليثبتوا أحقيتهم بالتتويج باللقب. وإلى متابعة أخبار المنتخب واتحاد الكرة،
حصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة هكتور كوبر على تأشيرات دخول الأراضي الروسية لحضور نهائيات كأس العالم والتي ستنطلق منتصف الشهر المقبل. وقام الجهاز الإداري للفراعنة بالانتهاء من تأشيرات الجهاز الفني والإداري والطبي، ولم يتبقى سوى اللاعبين المقرر أن يشاركوا في البطولة على أن يتم العمل على استخراج تأشيراتهم عقب الإعلان رسميا عن قائمة الفراعنة بعد أيام. يواجه المنتخب الوطني للشباب مواليد 99 اليوم نظيره السنغالية في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب والتي تستضيفها النيجر العام المقبل. وتنطلق المباراة في 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد ليوبيل دسنجور بالعاصمة داكار. وكان منتخبنا وصل العاصمة السنغالية داكار مساء الأربعاء الماضي وأدى ميرانه مرتين استعدادا للمباراة. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي ولاعبو الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في مباراة العودة التي ستقام ببورسعيد يوم 19 من مايو الجاري. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الأهلي فوق الجميع. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ميرانه اليوم السبت بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق طلاء الجيش في لقاء الدوري نصف النهائي لبطولة كأس مصر. ويخوض الفريق تدريبات بدنية وخططية بعد عودة الفريق من الإسكندرية عقب مواجهة البنك الأهلي في دور 8 والتي فاز بها الفريق ليتأهل إلى دور نصف النهائي للبطولة. ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الاثنين في نصف نهائي الكأس بعدما نجح طلائع الجيش في التغلب على الزمالك في ربع النهائي. يشارك إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي بعدما اشتكى من إجهاد في عضلات الظهر مؤخرا بسبب تلاحم المباريات. وأكد الجهاز الفني جاهزية المصري لخوض مباراة طلائع الجيش والمقرر لها يوم الاثنين في لقاء نصف نهائي بطولة كأس مصر. وخضع اللاعب لتدريبات علاجية لتجهيزه للمباراة، خاصة أنه أحد العناصر المهمة التي شاركت منذ أيام في الفوز بلقب بطولة الدوري. أثنى طارق خيري المدير الفني ورئيس جهاز كرة السلة رجال بالنادي الأهلي على فرق النادي بعد تسلمه الدرع العام للموسم من اتحاد السلة على خلفية تحقيق الفرق لأفضل النتائج في الموسم المنقضي. وأوضح خيري أن فرق الأهلي قدمت موسما مميزا في كافة البطولات وكافة الفئات العمرية، خاصة مع تتويج الفريق الأول بلقب الدوري المرتبط وبطولة كأس مصر. وأشار خيري إلى أن الدرع العام يمثل دفعا قويا لمزيد من الإنجازات، وأن قطاع كرة السلة يسعى خلال السنوات القادمة
للفوز بكل البطولات التي يشارك بها. فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بنتيجة 91-75، وتلاقى الفريقان على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر في ختام مباريات بطولة دور السوبر للمحترفات، وقدم خلالها الأهلي عرضا قويا تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 91-75. وعقب المباراة انطلقت مراسم تسليم الفريق كأس البطولة التي حسمها لصالحه. وفي التقرير التالي نتابع تتويج سيدات السلة الأهلي بدور السوبر. الحمد لله رب العالمين، كرم كبير من عند ربنا الحمد لله ان احنا نكسب الاربع بطولات، كان هدف بالنسبه لنا وحلم في نفس الوقت. ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالاربع بطولات، دي حاجه كويسه الحمد لله رب العالمين. ببارك للبنات وهم فعلا بنات رجاله، وبارك مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي. زي ما قلنا السنه اللي فاتت كنا بنحاول نبني وننافس، الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب السنه اللي فاتت مرتبط وكاس، خسرنا دوري بماتش فاصل. السنه دي نكسب كل البطولات نتيجة وأداء، دي حاجة ترضيني الحمد لله وسعيد جدا بيها الحمد لله. الطموح اللي جاي عندنا بطولة عربية المفروض النادي الأولمبي مستضيفها في شهر 11، أتمنى إن شاء الله إن احنا نشارك فيها، بياخدوا بطل الدوري إن شاء الله نلحق نشارك فيها، وكمان البطولة الأفريقية ده هدف بالنسبة لنا إن اللاعبات دول يستحقوا فعلا، وإن شاء الله أنا واثق يعني من دعم النشاط الرياضي ومجلس الإدارة في البطولة العربية والبطولة الأفريقية عشان نرجع تاني نحط النادي الأهلي في الباسكت بول سيدات على وضعه الطبيعي ومصافه الطبيعي. الحمد لله إحنا خدنا الأربع بطولات، عندنا المهم اللي جاي أفريقيا إن شاء الله وعربية، ده اللي إحنا بنتمناه وده اللي إحنا متفقين عليه أنا واللعيبة. الحمد لله في تطور باين، البنات بيتطوروا في اختلاف السنه اللي فاتت عن السنه دي. احنا السنه دي لاعبين 57 جيم، خسرنا 2 جيم، كسبين 55، ده رقم كبير على فرقه بنات، ده رقم كبير جدا. سبورتنج كان متربع على البطوله، النهارده بنكسب سبورتنج، لعبناها 7 مرات كسبنا 5-2 ما بين كاس ودوري ومرتبط ودوري السوبر، فالحمد لله ده تطور زي ما انت بتقول ان احنا نكسب 55، مفيش فرقه كسبتنا السنه دي غير سبورتنج، جيم في المرتبط وجيم في السوبر، فده انجاز وده يدينا شخصيه النادي الاهلي اللي كنا بندور عليها وروح النادي الاهلي اللي احنا بندور عليها من السنه اللي فاتت. الحمد لله البنات استوعبوها السنه دي كويس جدا، وناخد بقى الخطوه اللي جايه، سيبنا الدوري الحمد لله سيبهم يفرحوا، هنفكر ان شاء الله بقى نستعد للبطوله العربيه والافريقيه باذن الله. هو ده كان مجهود كبير قوي واحنا كنا مستعدين له من الاول، خصوصا ان هو الدوري راح مننا السنه اللي فاتت بعد ماتش فيصل، فاحنا قررنا ان خلاص السنه دي ان شاء الله الدوري اهلاوي والاربع بطولات زي السنه اللي فاتت بلس الدوري من اول مره. اصابات كتير عدت علينا وكنا بنلعب ماتشات كتير ناقصين،
دي كانت اصعب حاجه، بس الحمد لله قدرنا نخطيها يعني. طبعا احنا من اول الموسم واحنا كنا عايزين نحقق الدوري بالذات، عشان السنه اللي فاتت خسرناه بعد مباراه فاصله، بس الحمد لله خدنا كل بطوله لوحدها، الحمد لله المنطقه، بعد كده دوري المرتبط، بعد كده الكاس، بعد كده الدوري، الحمد لله كلنا كنا ماشيين كويس. طبعا نوره وقعت مننا، بس الحمد لله جالنا ونادين وزينب وريم عملوا بدلها احسن ما يمكن يعني، الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر. طبعا مش هيبقى في اجازات، مش هنلحق نعمل اي حاجه. بعد رمضان المفروض هنرجع نتمرن تاني ان شاء الله، وان شاء الله تكون البطوله الخامسه العربيه ان شاء الله. اولا الحمد لله على الاربع بطولات، احنا بنهدي الاربع بطولات لكل جماهير الاهلي، كلنا تعبنا من اول الجهاز الفني لحد اللعيبه كلها، من اكبر واحد لاصغر واحد، وربنا كل تعبنا بالخير الحمد لله. ودينا هو الحمد لله بنحتفل بالاربع بطولات النهارده، وطبعا بنشكر كل الجماهير اللي دعمتنا وبنوعدهم بمزيد ان شاء الله. طبعا كان في اصابات كتير، دي اثرت فينا جدا. طبعا اصابه نوره علي طلعت دي اثرت فينا جدا، بس احنا وقفنا على قلب واحد وقلنا ان احنا هنعوضها، والحمد لله قدرنا نعوض غياب نوره، وفي الاخر الحمد لله كسبنا عشان نوره. نحمد ربنا ان الدوري كان بقاله كتير قوي غايب عن النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا ان احنا بعد سنين طويله قوي ان احنا نرجعه للنادي الاهلي تاني، والحمد لله كلنا بجد فرحانين بالمكسب ده النهارده، خصوصا ان احنا خدنا اربع بطولات السنه دي، وحتى السنه اللي فاتت ما ربنا ما كرمناش ان احنا ناخد الدوري، بس الحمد لله السنه دي عوضناها يعني. كان مؤهل لينا ان احنا ندخل بطوله عربيه، وان شاء الله طبعا احنا كده هندخل بطوله عربيه، وبعديها ان شاء الله ان شاء الله يبقى في افريقيه كمان، فربنا يسهل يعني. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. في مهرجان اعتزال حسام غالي، الأهلي يفوز على آيكس الهولندي بهدف لصلاح في تجربة فنية مفيدة. الأخبار، الأهلي يهزم آيكس بهدف صلاح. الجمهورية، الكابتن يودع الأهلي بفوز غالي. المساء، وداع علي للكابتن غالي. المصري اليوم، مدرب الأهلي، ودية آيكس حققت أهدافها. الوطن، الأهلي يودع غالي بفوز على آيكس. الشروق، برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في أوغندا. اليوم السابع، حسام غالي، معدن الأهلي يظهر في الشدائد، والأحمر قادر على العودة أمام كامبالا. فيتو، طبيب الأهلي، فرصة لحاق عمرو السولية بمواجهة كامبالا قائمة. الميدان، البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كامبالا الأوغندي. في الجول، ثنائي الأهلي يعود إلى القاهرة قبل السفر إلى أوغندا. يورو سبورت عربية، الأهلي يهزم آيكس بهدف غالي في اعتزال الكابيتانو. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.